لا زال خبر انفصال الفنان عقيل الرئيسي عن زوجته الفاشينيستا الكويتية فرح الهادي يحتل قائمة اهتمامات الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، ولا زال السبب وراء انفصالهما يثير حيرة المتابعين. عقيل الرئيسي أثار جدلا كبيرا بين الناشطين على منصات التواصل حين قرر التحدث عن سبب انفصاله عن زوجته الفاشينيستا الكويتية فرح الهادي لأول مرة. وفي التفاصيل، نشر الفنان عقيل الرئيسي فيديو له عبر حسابه الرسمي على سناب شات تحدث فيه عن سبب غيابه عن مواقع التواصل الاجتماعي. وعلى الرغم من أن عقيل الرئيسي خرج من أجل تطمين محبيه، إلا أن الأمر انقلب عكسياً. عقيل الرئيسي أوضح أنه كان متعباً وقرر الابتعاد عن هاتفه والسوشيال ميديا، وأرجع سبب تعبه إلى أخذ جرعة من لقاح الفيروس المستجد. أنا قلت لكم أني تعبان واختفيت، أدري وايد اللقطة غلط، بس والله ما كنت أدري عن التليفون ولا أدري عن ولا شيء. الحمد لله، يعني ما قدرنا ناخذ الجرعة الثانية، لا أكثر ولا أقل، ما في الكورونا الحمد لله. بس لأن ما بين معي إلا ثاني يوم. إلا أن أحد الناشطين ألمح إلى إصابة عقيل الرئيسي بمرض خطير، وأشار إلى أن عقيل قبل فترة اكتشف إصابته بالمرض، وأن الطبيب أخبره أن العلاج سوف يؤثر على قدرته الإنجابية. عقيل الرئيسي صارح زوجته فرح الهادي بالأمر، فقررت الأخيرة الانفصال عنه، وذلك رغبة منها في أن تصبح أماً. بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي شن هجمة عنيفة على فرح الهادي، واصفينها بالمرأة العاق التي لم تقف إلى جانب زوجها في محنته، وقررت الانفصال عنه ومحو كل الذكريات الجميلة والبدء من جديد وكأن شيئا لم يكن، مشيرين إلى أنها أنانية لا تفكر سوى بنفسها، فيما دفع عنها البعض الآخر مشيرين إلى أن ما فعلته من حقها، ولا يحق لأي أحد حرمان أي فتاة من أن تصبح أما، مؤكدين أن القرار لم يكن سهلا بالنسبة لها أيضا. فيما قام آخرون بنفي كل ما يشاع عن مرض عقيل الرئيسي، مشيرين إلى أنه في حالة جيدة، وغيابه عن وسائل التواصل الاجتماعي هو بهدف الراحة لا أكثر ولا أقل، لا سيما مع الضغوطات التي عاشها في الآونة الأخيرة. هذا القرار كانت قد سبقته عليه فرح الهادي حين كتبت منشوراً قالت فيه أنها قررت الابتعاد عن وسائل التواصل الاجتماعي لفترة قليلة. وقالت فرح الهادي: حبايبي متابعيني، أنا رح أخذ إجازة وبريك كم يوم من الشغل والسوشيال ميديا، لا تحكوني ولا تخافوا علي، رح أكون بعيدة عن الهاتف وأي جهة اتصال. وأضافت: أحتاج هالبريك عشان أرجع لكم بقوة وطاقة حلوة وإيجابية، رح أشتاقلكم. بالنسبة للشغل اللي تأجل، شكراً لكل الشركات وأصحاب المشاريع على تفهمكم، رجعت لكم قريباً، أحبكم.